السلام عليكم. لماذا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ لأن الله عز وجل أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولم يدعو نوح على قومه هذه الدعوة إلا بعد 950 سنة من الدعوة المستمرة ليؤمنوا بالله عز وجل فرفضوا. فليس صعبا على الله عز وجل أن يذهب بالكافرين جميعا، وهذا ما سيحصل قبل يوم القيامة. يأخذ الله المؤمنين ويدمر الكافرين تدميرا ساحقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.